مرحبا، هنا فريق إمبون. التحكم في تشغيل الفيديو عن طريق الهاتف المحمول. أولا نقوم بتوصيل الهاتف المحمول بشبكة الواي فاي لجهاز مشغل الفيديو فيديو بروسيسور. بعد ذلك نقوم بفتح تطبيق معالج الشاشة الذي تم تنزيله مسبقا على جهاز الهاتف، ثم نقوم بالدخول على الحساب كما هو موضح في الفيديو. ثم لإضافة الوسائط قم بتحديد الصور أو مقاطع الفيديو التي تريد عرضها، ثم قم بإضافتها إلى المشغل.